اليوم غنقدم لكم اللوحه اللي دابا كان مروان كتبها دابا السكيه. هاد اللوحه هي عجبتني مزيان، هاد الشيء اللي كان دابا وقبل ما نوريكم اللوحه غادي نوريكم هذاك الشيء اللي خدمت فيه باش تخرج هاد اللوحه. كاين عندنا كاين عندنا هنا روجه، كاين هنا بلاصه كبيره وكاين هنا بلاصه صغار وكاين هنا البرا. هاد البرا خدمت بيها على الجذور ديال الشجر، خدمت بالبرا. وكاين عندنا هاد العاق، هاد العاق تقريبا بحال الجرادوار، هي خدمت بيها الارضيه ديال هاد الشامبو. وكاين عندنا لاتانس، ها هي هاد الماركه اللي خدمت بيها. ودابا نوريكم النتيجه ديال هادشي، وقولوا النظريه ديالكم وقولوا لي اش راكم. انا فريمون غيعجبكم والله شي حاجه بزاف. شوفوا وقولوا الراي ديالكم. شوفوا الجذور، الخدمة ديال الجذور كيفاش دايره. شتي كيطلع باش درتو بالقبص، شتي كيطلع تقريبا انا جاني بحال الحقيقي. وشوفوا الأرضية حتى هي كي جات ملي خدمتها بلاندول، عطا واحد الجمالية واعرة. وهنا عاوتاني القبص مع البلافو ديال الدار جا تقريبا كما هو. وهنا خلطت هاد الألوان ديال الصباغة باش عطاوني هاد اللون ديال العود. شوف وهنا الارضيه خدمتها بالعاشقه بهذه على اساس هذه الطريقه، خدمت بها الطريقه، كندير الصباغه ونخدم بها الطريقه، فهمتي. هذه الارضيه خدمتها بالمعلقه. وهنا الواد، هذا الواد دابا السماء اشنا هي المرايه ديالها هي الماء، هو البحر والواد. شوفوا الغروب كيدير في السماء والغروب كيدير في الماء. شوف كيطلع مي هاد اللون طلب ليا الوقت بزاف علاش تعطلت، هاد اللون طلب ليا شي 4 سوايع وانا خدام فيه باش خرجت هاد اللون، فهمتو؟ شي 4 سوايع وانا خدام فيه باش خرجت هاد اللون. ونشوفو هنا، نشوفو الأشجار ديال الصنادق كيطلعو، ونشوفو السما، وعطوني الرأي ديالكم.